أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني في القناة باللايك والشير والسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الثور الأربعاء 24 مارس 2021. تشعر اليوم بارتياح شديد، وسيتم حل مشكلة قديمة لطالما انتظرت حلها منذ فترة طويلة، ولن تحتاج إلى بذل مجهود كبير للحصول على ما تريد. فحاول أن تستمتع بهذه الأيام مع عائلتك. عاطفيا، الكثير من الأحداث والمواقف التي تعرضت لها أنت وشريك حياتك خلال الفترة الماضية، ولكن لا تقلق، كل هذه المواقف في صالحكما وقد تساعدك خلال الفترة القادمة في التعرف على جانب جديد من شخصية شريك حياتك. بهنيا، فرصة عمل جديدة أمامك اليوم. قد يكون من المخاطرة ترك وظيفتك الحالية، لكن هذه الفرصة تمنيتها منذ فترة طويلة، وعليك التحلي بالصبر وعدم التسرع وأن تدرس الموضوع من كافة جوانبه، فربما قد حان الوقت لتحقيق ما تريد أن تفعله في حياتك. صحيا، تحظى براحة وهدوء نفسي هذه الفترة، وهو ما يساعدك على التمتع بصحة جيدة. فربما قد تعاني من بعض المشكلات في الظهر، ولكنها ستكون بسيطة، وقد تساعدك التمارين الرياضية على تخطيها والتغلب عليها. مميزات برج الثور: يتميزون بقدرتهم على التفكير بشكل منطقي وسليم، لذلك يلجأ إليهم العديد من الأشخاص لطلب النصيحة، كما أنهم أشخاص مخلصة ويسعون دائما إلى الحفاظ على صداقتهم والمقربين منهم، وهو ما يجعلهم أشخاص تحظى بثقة الجميع. وفي العمل هم أشخاص متفانية ومجتهدة، وعادة ما ينجزون المهام المطلوبة منهم بنجاح.